الأخبار والساحل وفيها. انطلاق أعمال القمة 32 للاتحاد الإفريقي، ومصر تتسلم رئاسة الاتحاد من رواندا. الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز يشارك في أشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بمدينة دبي الإماراتية. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن رسميا الترشح لمأمورية رئاسية خامس. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل. انطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 32 تحت شعار اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا. وتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 32 لهذه القمة. الشيخ المهدي النجاشي. رئاسة الاتحاد الافريقي تنتقل الى مصر لأول مرة في تاريخ المنظمة الافريقية التي احدثت عام 2002 بعدما كانت رئاستها عند الرئيس الرواندي. مصر التي تسعى وفق تصريحات قادتها الى الاهتمام بشكل اكثر بالقضايا الامنية والاقتصادية خلافا لنهج كاغامي الذي ركز على اصلاح هيئات الاتحاد، ولعل ابرز الملفات هي منطقة التجارة الحرة بافريقيا حيث كانت واحدة من ابرز القضايا التي سعت قمة أديس أبابا تحقيقها لولا معارضتها من طرف بعض الدول، وذلك موازاة مع جدول أعمال القمة 2063 الساعي وفق الاتحاد إلى إطار استراتيجي للتحول الاجتماعي والاقتصادي بالقارة. قمة أديس أبابا ستركز على وضعية اللاجئين والعائدين والأشخاص المشردين محليا على أن يتم تقديمه في سياق أمني لمعظم الدول الأعضاء وعلى الصعيدين القاري والأممي. انطلقت صباح اليوم بمدينة دبي الإماراتية أشغال القمة العالمية للحكومات، وذلك بحضور الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز والعديد من قادة العالم. وتناقش هذه القمة التحديات التي تواجه البشرية في ظل تسارع وتيرة تطور تكنولوجيا المعلومات والابتكار وتأثير ذلك على إدارة الموارد البشرية والتنمية الشاملة. كما تتوزع نقاشات القمة العالمية للحكومات إلى 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، مستقبل الصحة وجودة الحياة البيئية والتغيير المناخي والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، التجارة، التعاون الدولي، المجتمعات والسياسة والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع. نظمت كتلة أحزاب الأغلبية مؤتمرا صحفيا مساء اليوم دعت خلاله مختلف مكونات الطيف السياسي إلى ضرورة العمل الجاد لإنجاح المسار السياسي بموريتانيا وضمان تنظيم الاستحقاقات القادمة في جو من التنافسية. وتضم الكتلة عدة أحزاب سياسية من الأغلبية. رياضة يخلق عمل امتين جدية وأكثر من ذاك اللي كان موجود، واحدة فاصلة في الساحة السياسية وواحدة فاصلة في نظامنا احنا ذا اللي داعمين اللي يقوده صاحب الفخامة سيد محمد بن عبد العزيز. وهذا بعض هو موقع للكتلة من الأغلبية، والحمد لله احنا سميناها كتلة أحزاب الأغلبية، لا بها اللي لا حكم فيها الأحزاب اللي أسسها في الائتلاف من بداية العشرية الأخيرة، واكبت النظام بصفة مستمرة، وهي اللي شكلت منها هذه الكتلة. جهة أخرى تواجه عدة أحزاب سياسية موريتانية وقع الحل بقوة القانون بعد فشلها في تحقيق النسب المئوية اللازمة من أصوات الناخبين في الاستحقاقات الأخيرة، وشارك حوالي 100 حزب سياسي في الانتخابات البلدية والنيابية والتشريعية الأخيرة. أحمد نستحب. الخشية من أن يطالها قانون حل الأحزاب السياسية هو ما جعل مجموعة من أحزاب الأغلبية تنظم هذه الندوة لتحديد المخارج الممكنة.
يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متتاليين حسب ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 031 الصادر 2018. لكن هذا القانون قد لا ينطبق على فئتين من الأحزاب شاركت في الاستحقاقات البلدية الأخيرة حتى ولو لم تحصل على النسبة المحددة. الفئة الأولى تضم الأحزاب التي تخطت نسبة 1% المطلوبة في الانتخابات البلدية المنظمة سنة 2013، والفئة الثانية تضم الأحزاب السياسية التي تم إنشاؤها بعد 2013. القانون الذي جاء نتيجة حوار جمع الأغلبية مع أحزاب معارضة سنة 2012 هدف إلى الحد من عدد الأحزاب السياسية التي وصلت عتبتها إلى نحو 100 حزب سياسي، بعضها بات يعرف محليا بأحزاب الحقائب حيث لا تواجد له على أرض الواقع ولو بمكتب. أعلنت مجموعة من شباب وشخصيات تأسيس حركة جديدة تحت اسم حركة بداية، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة نواكشوط. ودعت الحركة في حفل تأسيسها إلى ضرورة الحد من الاستقطابية المفرطة التي تخلق أجواء من التنابذ والشحناء والتعصب، وشددت الحركة على ضرورة الرقي بالخطاب السياسي الوطني وتوسيع نظافته ليشمل كل الهموم الوطنية وإكسابه مستوى من المصداقية العقلانية. تسعى حركة بداية إلى الرقي بالخطاب السياسي الوطني وتوسيع نطاقه لينتظم كل الهموم الوطنية وإكسابه مستوى من المصداقية والعقلانية بعيدا عن التملق الفجي والتحامل الطائش، مع السعي إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية وخصوصا لدى الشباب من أجل إزالة كل العوائق التي تحد من ولوجهم إلى مراكز الرأي والقرار الوطني، مع العمل على تدعيم آفاق الحريات العامة والسعي لأن تكون هذه الحريات حافزا على الإبداع وشموخ شخصية المواطن الموريتاني التواق إلى غد أفضل. نظم شباب مقاطعة طنطان التابعة لولاية الحوض الغربي وقفة احتجاجية أمام القصر الأسير في نواكشوط، طالبوا خلالها بتوفير الأمن بالمدينة، ورفع المحتجون لافتات حملت شعارات تطالب رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لضمان توفير الأمن في المقاطعة التي تعيش انفلاتا أمنيا غير مسبوق وفق تعبيره. شباب مقاطعة طنطان جاءهم مجتمعين مطالبين مطلب محدد وبسيط جدا، وهو توفير الأمن في طنطان. طنطان هذه الأيام يعاني من أزمة تفلت أمني حقيقي، في اعتداء على أموال الناس، في اعتداء على أعراضها، في اعتداء على أنفسها. الناس في جميع ضواحي طنطان وجميع القرى وجميع مناطقه هذه الأيام غير آمنة، تبيت غير آمنة، ونحن مطالبين في هذا المكان بتوفير الأمن لساكنة هذه المقاطعة. إلى الجزائر، حيث أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة منتصف شهر أبريل المقبل حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية. وكان حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك أغلبية المقاعد في البرلمان أعلن دعمه لترشح بوتفليقة مطلع هذا الشهر. عبد الله يلمح. بعد كثير من التكهنات والأنباء المتضاربة، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن ترشحه لعهدة رئاسية خامسة عبر رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية. ووعد الرئيس الجزائري الحالي بالمبادرة بإنشاء ندوة وطنية شاملة تهدف لإعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، وأشار إلى إمكانية إجراء ما أسماه بإثراء الدستور. حزب جبهة التحرير الجزائري الحاكم كان قد قطع الشك باليقين وأعلن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في منتصف شهر أبريل القادم، وذلك قبل يوم واحد فقط.
وتعززت فرضية ترشح بوتفليقة منذ أسبوع فقط بعد إعلان 4 أحزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم اختياره مرشحا للانتخابات الرئاسية. بوتفليقة الذي يعيش في عامه 81 يحكم البلاد منذ عام 1999 ولم يظهر علنا إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. من جهة أخرى تنتقد المعارضة الجزائرية هذه الخطوة معتبرة أن الحالة الصحية لبوتفليقة تمنعه من قيادة البلاد في عهدة رئاسية جديدة. في المقابل تقدم أكثر من 180 شخصا بإعلانات ترشيحهم منذ بدء العملية الانتخابية الشهر الماضي. في ظل ارتفاع نسبة البطالة في البلاد يفتح القطاع غير المصنف تفتح القطاعات غير المصنفة أبوابها أمام العديد من الشباب، وتستقطب هذه المهن العديد من العمال الأجانب، وما يرى فيه بعضها منافسة قوية كان لها دور بارز في ارتفاع البطالة. من جهة أخرى يرى البعض أن عزوف الشباب الموريتاني عن هذه المهن فتح الباب أمام الأجانب لكسب لقمة العيش. محمد أعمر بلول. هذه حرف تنتشر في أرجاء موريتانيا، أغلب مزاوليها أجانب وجدوا فيها فرصة لقتل فيروس البطالة المنتشر في صفوف الموريتانيين. لا يحب الشاب الموريتاني خاصة المتعلم دخول هذه المجالات لوصفها لا تتلائم مع عمره الدراسي. منها عنده شهادة ولا راه عمل ويعطي العمل ويتعلمه وتعود عنده مهنة بعد الزمن لراسه هو يكتسبها، والله هما اللي جابرها هما اللي عدلها طبقها والراس يستفاد منه، واحنا الحمد لله العمل اللي هم مستفادين منه استفاد منه ملينا العمال اللي معانا. دعوة الكوري لا تجد آلانا صاغية من طرف الشباب الموريتاني، فحسب الخبراء توفر مهن القطاع غير المصنف مداخيل يومية لأصحابها، لكن الموريتاني الصرف يأبى هذه الحرف بل وينهى عنها أحيانا لعوامل اقتصادية واجتماعية. الجانب الاجتماعي هو ملي عن النظرة السلبية توجه للشخص الممارس هذه القضية، وبالتالي ما نرى على أن أي شاب متخرج من الجامعة يقدر يمارس هذه المهنة. نشوف ملي عنه هو مستواه العلمي والله شهادات والله شهادة ما تسمح له يعود منيفر والله يصير راجل عايل والله عدل، بالتالي ياسر من الجانب نيجي يجبر فرصة. تصل نسبة البطالة 30%، ولا تستطيع الوظيفة العمومية احتواء الجميع، ولذلك تدعو الدولة الشباب لدخول مراكز التكوين المهني والعزوف عن التأنف على مهن بسيطة ليبقى المنتج الأول والمستفيد منها هو الأجنبي. ويقول البعض إن من يأبون عن هذه المهن قد يمتهنونها في الغربة. أخبار الساحل وصلت نهايتها وكنتم قد تابعتم فيها. انطلاق أعمال القمة 32 للاتحاد الإفريقي، ومصر تتسلم رئاسة الاتحاد من رواندا. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز يشارك في أشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بمدينة دبي الإماراتية. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن رسميا الترشح لمأمورية رئاسية خامسة. كرم متابعة مشكور، إلى اللقاء.